وتطلعوا سوا من بيتي. قررت بيع الشركة. أنا حضرة الزبون الجاي يشتري الشركة. نور لا تتركيني نور! نور! إيه مو يا نور، ما خلينا طريقة لنقدر نحكي فيها معك بالموضوع، بس ما كنتي تردي. لولو، أنتِ مانك مضطرة بصراحة، وبعدين هي مشكلتي وأنا بعرف كيف حلها. حسام، انت كنت بتعرف بالموضوع؟ حبيبي لبنى من وقت ما اجت مقررة تفتح بزنس، فشو المشكلة إذا استثمرت مع رفقاتها؟ ما في مشكلة. نور حبيبتي، أنا شغلي الحمد لله ماشي حاله بدبي، والحقيقة كنت مفكرة إني أعمل فرع تاني هون بالشام، بس بعد ما اجيت وشفت شغل المنصة، حسيت إنه هذا الشغل رح يدعم شغلي أكثر، والفرع التاني بقى بعمله أيمتى ما كان. صبايا؟ بدكن تحسبوا حسابا انه صار عندكم موظفه جديده. ساندي حبت كثير الشركه وقال بدها تعمل برنامج تنزله على المنصه. شبكي نور فريديا لبنى هاي، شو نسيتي يا مو؟ طيب والصبايا بيعرفوا كمان؟ لبنى عن جد مركز الواي بدبي اليك؟ لبنى ليش ما خبرتينا؟ اكيد بكره بس روح الي حسن ما؟ خلص صبايا، من هون ورايح رح نشتغل من هون، وهذا شغل المنصة رح يدعم شغلي بالمركز، وبوعدكم ايد بايد رح نعمل شغل بياخد العقل. اونستلي ما كان حدا عرفان غير انا ولبنى، وبعدين خبرنا حسام. خلاص فرديا، ما تروحي علينا هاللحظة التاريخية. لك يابا. سامر شو اللي ما عم يفهمه مخك؟ عم قل لك رح نبلش شغل، رح نبلش شغل. رهف بحياتي عندك رح نبلش شغل؟ يعني حتزطي لي زبلاي؟ لا هيك حلفتني بالغوالي، طول بالك لسه ما فتحت الموضوع مع نور، ما تتحمس. ايه مشان الله يا رهف تحطي تقلي، مليت اني اكون ملك التكاسي، صار وقت اني صير ملك الشركات، عالم، ناس، معاملات. هديني ملك الشركات؟ خلص انا وعدتك حط تقلي بالموضوع، بس انت كمان شكل سني لشكل سك. لك ان شاء الله بيقبرني لتقيل شو بيلبق له يشوف حاله. يا معلم خلصنا للسنة، اطلع اعطيني صلك ساعة بالسيارة. لك يا اخي شبك شو صلك؟ قلنا لك السيارة فورة وبدها مي، ما ضل عندك صبر؟ يلا خلصني عندي شغل. يلا سامي
هيك تارك الزباين وقاعد عم تلعب تاخذ بتعطي؟ لك يا رهف يا حبيبتي، هلا انا فرضا ما بكون اخذ راكب، بكون موعد حدا وانا بنطره، شو فرقي؟ حبيبي هذا الاستهتار ما بمشي حاله عنا بالشركه؟ روح استرزق يلا. لك ان شاء الله بيقبلني اللي ما بيحب الاستهتار، بس انت كمان ما تنسيني، زعيلي بالموضوع. شوف حوصي على البدله ها. يلا. الله قلبي كبرت وقلبي صور نسيتني حر تصوري عصيب الله ستو أنا إيه ستو أنا حدا سأل عني؟ يس سمعتهم عم بيقولوا بدون نسكافيه بسرعة يلا خديهم جو جو بس جهزتيهم؟ لك يقبلني الشاطر أنا يقبلني الشاطر ستو أنا إيه ستو أنا الله ستو أنا أنا قلبي كبرت وقلبي صور حبيبي أنا بثق برأيك قولي لي بصراحة يا ستي رح جاوبك بصراحة أنا شايفة إنه أنت اللي عملتيه صح أساساً أنا هيك بعرف نور أنا خايفة يكون عم بحرج بابا أو عم بأثر على قراره بتعرفي شو علمتني هالحياة نور تعلمت إنه وقت اللي بدي أعمل شغلة منيحة مع الناس اللي بحبهم شوف الموضوع من وجهة نظره لأنه مو دايماً بتكون اعتباراتي صح فوتي عمو أبو النور وصل يلا حبيبتي جايين شو؟ خلص معناتها رح أعمل بالشي اللي هو بيحبه برافو عليك يا نور هي نور اللي أنا بعرف شوفي الأماكن اللي حكيت لك عنهم ماما كتير حلوين بس لسه في كمان كتير مشاوير حلوة غير هدول شو رأيك نروحن أنا وياكي؟ يا ريت يا جدو رح روح إلى لماما يا عمري أنا الجمال كله بك يا أهلا وسهلا أبو النور تعرفي قالت لي جدو شو حلوة هالكلمة هي أول مرة بسمعها شو بابا هي تلميح ولا تسميع لا يا نور معقول أنا لمح ليك أنا عم قولها بصراحة من قلبي بعدين هاي بالك اطمن من ناحية الشغل لك الله يخلي لي إياك يا رب المهم أنا اطمن عليك إلك المبلغ اللي اندفع حق الشركة صار بحسابك بالبنك بابا ليه هيك عم تعمل؟ أنا أموري تحسنت ولولا أنه لبنى أصرت أنه تشارككم بالمشروع أنا ما كنت بقبل الله يخلي لي إياك يا رب بس بابا في شيء هيك حازز بقلبي بدي اطلب منك طلب لا بقى اسمحي لي ست نور انا اللي لي طلب عند عمو ابو النور ومتاكده 100% انه ما رح يخجلني لك انتو تكرم عيونكم انتو بتؤمروا ها شو ناقصكم لسه ناقصنا انه كل شيء يصير مثل ما بدك واحسن شو قصدك كل شيء بيصير مثل ما بدك ابن عمي واكيد اكيد ما في مشكله مبنى وما بعمل ولا اي شيء من وراك ايه وشو كمان وركز ببيتي وبخلي العالم تعيش حياتها من دون ما أتدخل فيها طيب وآخر شيء وأهم من كل هدول شو؟ بيبي يعني والله حرام مالي غيره وماله غيري يعني غزوان وحيد ويتيم خلاص 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 معناتها ما اتفقنا على شيء الله يخليك هو أهبل وطايش ما بيعرف يتصرف بس والله طيب كرمالي عسي عمو على المقاطعة بس قلت لازم خبرك انه بكرة انا حجزت في مطعم هيك برايفت مشان نتعشى كلياتنا سوا ونحتفل بمناسبة المشروع بقى ضروري حضرتك تكون موجود اكيد رح كون موجود بس انا هلأ تعبان وعندي شغل بكير وطالما رح نجتمع بكرة خلينا هلأ نروح على البيت عن جد؟ يعني سامحتني؟
ما في مشكلة ما؟ بيبي لك افهمي انت وياها، ضربتين على الراس بتوجع. ايه والله تقيلة كتير، انا رأيي انه ما تخبوا عليها احسن. لك فكري فيها شوي، والله الحركة كتير ذكية. على فكرة انت ما بتعرفي قديش رح تطلع هالحركة حلوة. ايه لاني بعرف، عم قلك لا تعملوا هيك لان نور كتير رح تتضايق. لك هلوش لا تخلينا نندم انه قلنا عليك. يعني كنتوا ناويين تعملوا هيك بدون ما تخبروني كمان؟ يا لطيف قديش هيك مشريانية ولو، يعني لا اذا حكينا بنخلص ولا اذا خبينا بنخلص. نور ما رح تمرق لكم ياها، انا بعرفها. لبنى رتبت كل شيء، انتوا المهم ساعدونا لحتى نور ما تحس بشيء، اوكي تو؟ اوكي. انا من جهتي موافق، اصلا انا من صغري روح قلب التمثيل. وانا كمان موافقة وشاطرة بالتمثيل. انت عن جد ممثلة. لا انا مو هيك قصدت ابدا، بس انت مخك مدري وين بيشطح، انا عم بعمل هيك حتى اشوف رفيقتي مبسوطة. لك شبكون شبكون، حاجة تتقاتلوا وتتخانقوا مثل نار وبارود، افيا. خلص حبيبتي لا خناقة ولا شيء، رتبي انتي وانا موافقة على كل شيء قلتي. اكيد موافقة. انت شبك شارجع عبالك تتخانق يعني؟ ما عندي مشكلة، ها حاش تستفزني. لك ليش عم تستفز انت التاني؟ يلا باي بشوفك. عم نهز الورد. كيفك نور؟ شو الأخبار؟ بدي مساعدتك بشغلة. عم فكر بكرة أقدم خاتم الخطبة لدانا بالحفلة. بونجور بونجور يا حبيبي. قلت لحالي ما طلعت شربتي قهوتك؟ قلت بجيب لك ياها وبجي بقعد معك بطمن عليكي. أهلا وسهلا. شو كيف التحضيرات لسهرة اليوم؟ يعني جود. وليه هيك عم تقوليها بلا حماس؟ شوف شي بحماس. طيب نقيتي الفستان؟ كمان لا. دندون انت اكيد عم تمزحي، ما شو تركتيها راست منت يعني؟ خلص انا حنقي لك الفستان نيالي. نور انت شي بتمك حكي، ما حدا حافظك بهالبيت قدي، قولي انت وجاد مناح؟ سؤال كتير قصير وجوابه كتير طويل، بس لا تخافي رح اختصر لك. لو كان حدا اللي سألني من الصبايا غير نور ما كنت رح جاوب، بس لاني بعرف احساسك العالي فيني رح قلك. شوفي يا حبيبة قلبي، جاد من اول علاقتي فيه شوي حاببني شوي ببعدني عنه، شوي رضيان علي شوي تصرفاتي مو عاجبته، شوي حنون شوي بيتنمرد، يعني بيقلب على شخصية تانية. أنا ما عاد فيني أتحمل، أنا تعبت نور. اللي بقدر قلك ياه من الآخر أني صرت جاهزة لكل الاحتمالات، ما عاد فارقة. أوه جواب شو طويل. علمو خليكي جاهزة لكل الاحتمالات. شو بتصدي؟ ما بقصد شيء، يعني خليكي جاهزة. شو طميني نور لساتها جوا؟ ايه فاتت عند دانا عم يشلو، شكله نور بدها تتاكد اذا دانا حاسه بشي ولا لا. يا الله يا نور، هلا بتحط لها شك بتقوم تنزع لنا المفاجاه. لك لا لك بتقطع بتقطع هيك، ما تعملي لها هيك خلص. شبيها لك يا ميديا، نحن من هلا لبالليل ما لازم نترك نور ولا ثانيه لحالها، فهمتي علي ليش؟ ما اوف كورس برني الفهيم انا. ما خلصتي يا قريضة؟ واو حلو صح؟ كتير حلو، بس أنا كنت حابة إنه يعني هيك فستان خارج السهرة أو شيء. ما بعرف عن جد واو، لأنه أنت أول حدا بيقيسه بيطلع عليه حلو لهالدرجة. عن جد؟ لا مو مزبوط هذا الحكي.
هي أول مرة لتيابي بيطلعوا حلوين غصب عن الخياط. ما أحلاك، كيفك؟ ماشي الحال، هلأ صرت كتير منيح. يعني كمان هلأ هاي صدفة؟ هلأ لا تدقي كل شوي على الصدف، بجوز كل تلت ساعة تصير صدفة مثلاً. صح بتصير. بعدين أنا معزوم على نفس الحفلة وبدي اشتري تياب، فطبيعي نلتقي بالسوق يعني. ايه يعني شو هالصدفة؟ بنفس المول وبنفس السوق وبمحل ببيعك كمان نسواني. نسواني؟ لا ما معقول. معناتها هيك بدك تضطري تيجي معي على محل رجالي عشان تنقي لي تياب لأني ما بعرف. شو أبراجك؟ أبراجك؟ أبراجي؟ برجي يعني. ايه؟ أنا دلو. واو، شو هالصدفة هاي؟ مو معقول؟ أنت كمان دلو. لا بس أنا ما بعرف بالأبراج. أنا بعرف أنت دلوة يعني. بصير دلو. يلا ثواني حبدل بس. يلا. ما تقلي لي هذا حلو صح؟ نوم ما حبيته. طيب هلأ دوري إلي، شو رأيك بهاد؟ أميزينج، موافقة. هلأ هيك؟ صرت مرجيتك 100 فستان تقلي لي مو حلوين وهي من أول فستان وافقتي؟ على فكرة ما دخلك بيني وبينها، ساندي رئيسة اللجنة وهي اللي بتقرر. مظبوط، أنا رئيسة اللجنة وسارة رح تلبس فستان للبارتي. ليش أنا شو بدي ألبسه كمان للبارتي؟ أنت رح تعملي كتير فوتوز وتنزليهم على صفحتك، أم لازم فستانك يكون أكتر من أميزينج. معك حق إذا هيك. للأمانة عندها وجهة نظر، يعني انت كمان عايشه كثير دور الفاشينيستا وبتقطعي صور كل الوقت، بدك تشتغلي على حالك. هذا اكيد حلو مو؟ كمان ما حبيت. ميديا مو على كيفك، بدك تقنعيني؟ لبونة حبيبتي انت حره، انت صاحبه العزيمه، فيك تعزمي مين ما بدك. ها شبنا دادو، والله بعرفك إنسانة منطقية، بعدين هل يعقل أنا أعزم حدا ميديا ما لا موافقة على وجوده؟ لبوني حبيبتي أنا مالي رافضة حدا، حتى شفتيني وقت إجت كتير تصرفت عادي. إلا ستي مو عادي، كان في نظرة بعيونك فيها 17 كلمة عتب. شو كنت لازم ساوي؟ أخذها بالأحضان وهي كانت السبب أنا أخوها حرمني بنتي؟ يعني شو بدك إياها تعمل؟ تتركك انت وطليقك عم تخانقوا على البنت وكل واحد منكم عم يستخدمها لحتى يضغط على الثاني؟ انا اوف كورس لا، انا كنت بدي بنتي تضل معي، وهي لو ما وافقت سنتي تضل معها كان اخوها اضطر يبعتها معي. ها ام فاديا شو عملت؟ فاديا حطت سندي برموش عيونها وعوضتها عن غيابك. خلصنا بقى دادو، والله جزعتها لازم يكون احسن من هيك منك. هي خلاص اعزموها شو بدكم. شو بدنا؟ بدي اياكي بس تشوفيها بالسهرة تتصرفي بشكل طبيعي مثل ما بعرفك وتحكمي عقلك شوي. يعني عزمتوها؟ لا انا ما عزمتوها، انا خليت ساندي هي اللي تدق وتعزمها. بعد اذنك حبيبي. ايه اي لاف يو، اي لاف يو. ماي جاد، رهف شيلي الموبايل من ايدك وحاش تلتهي، عندنا درس نحن كمان. آسفة حبيبتي رح شيل الموبايل. خليك معي. يلا شيري بنسل. سامر شو يعني بنسل؟ يلا. قلم. غلط، قلم رصاص. يلا أنا ما بتفهم حتى بهي. طيب شو يعني بن؟ بن. شو يعني؟ كمان قلم. غلط، قلم حبر. طيب شو يعني لاتر؟ يعني انقذني. تكي الموبايل من ايدك بقى، ركزي شوي فكري. كأنه في حدا عم ينادي لي، سمعاني اللي سمعانته. لا يلا ما في نكتب من ضيف. ما في ما في ما في ما في ما في ما في. شوفي يا ريهام، مصروفك بدك تخففي. حاضر ابن عمي. ومن هلا ورايح ما عاد في اكل جاهز، كل يوم بدك تطبخي. من عيوني يا عيوني. ماشي يلا قومي جهزي حالك لحتى ما نتأخر على الحفلة. بيبي مالي اطلب منك شغلة صغيرة؟ عارفان شو بدك تطلبي، رح وافق انك تتصلي بغزوان لحتى يجي معنا، بس على شرط. موافقة. شو ما بدك بيعمل.
بيقعد قدام مني وما بيتحرك من محله. لك ليش ما لبستوا لهلا؟ رح اتأخر على نور. شو؟ عجبكم اللوك؟ شو صاري؟ رواق الأمور؟ ناطركم برا. يا ابن عمي يلا يلا قوم خلينا نجهز حالنا قوم. واو يا ساندي كثير حبيت الدرس تبعك. ثانك يو باي ذا واي دادو بنتك احلى منك كثير سوري يا حياتي. ثانك يو حبيبتي. ورجيني المنكرات الحميره شو؟ تذكري برج بتك على هذا المحل؟ ايه طبعا انا اللي بتذكر. بوقتها كان في شيء بدي اقول لك اياه. شو بدك تقولي؟ قول. نور حلو فستاني؟ شو كنت بدك تقول؟ كنت بدي اقول لك انت ما بتصدقي قديش انا حابه فستان ساندي. ايه وانا كمان. انت شو؟ وانا كمان حابه فستان ساندي. حبيبي لوك اميزنج. شفتي؟ شو وينها دانا؟ دانا بالحمام بتظبط حالها. اوكي. على ذوقكم تفضلي. شو الاخبار فستان؟ تمام مشتاق. كيفك؟ الحمد لله. ساندي حبيبي؟ شو وينك فستان حبيبي؟ طول بالك علي رح اوقعي اول مره بلبس كعب. ان شاء الله بيقبض لي الكعب. قالت لي من وين شافته لهدول؟ لك ما قلت لك خفت صالح ابن خالي شديتهم من عنده. والله لو شفتك هيك اول مره كنت نط ايدك. لك ان شاء الله بتقبضني ايدك. وصلوني وصلوني. شو هي وصلوكي ما وصلوكي؟ وصلات حطولي وصلات. وانا عم بقول جمالك واصل للسما. بعدين تعي لهم. هذا على المرتجع ولا ابدي؟ بعجبك ابدي. ان شاء الله بيقبضني الابدي من مين؟ كل قطعه من عند صبيه. الله يخلي لنا الصبايا. وزن وزن. لك عمي. كثير منيح اللي صار. ما عم بتحس على شيء. باريو شو؟ ما بعرف ليش قلبي عم بيقول لي انه هي حاسه. دادو. معلش شو صار بس شو. اي طبعا. لا لا اكيد رح يرد ما تاكليها. ما بعرف بس قلبي ما بتطمن. يا حبيبتي شو ما بتعرفي لجان اكيد جاي وانا متاكده انه رح يعمل لنا دندون مفاجاه غير شكل. الله يسمع منك. يلا روحي روحي عند حسام. لا يا مو اي احراج هاد بالعكس اهلا وميت سهله فيكي. بعدين هي مو عزيمتي هي عزيمه ساندي. تعالي تعالي ساندي. شو كنتي عملتي لو ما اجيت؟ كنت ما حكيت معها طول اليوم. يا حبيبتي انت شفتي؟ اليوم الحلوين
حطه من البيت الهول بس يلا صبايا اجت معنا خلص بس يلا شبكم ليه سكتوا؟ ما في شيء انا وجاد خلصنا بح خلص كل شيء على فكره انا كنت متوقع هذا الشيء باي لحظه لانه اللي صار كل الاحداث اللي مرقت بيني وبينه بتدل على انه هي الافلانور جاد كان مصر ما يستوعبني. أنا اليوم بدي أقول لكم شيء كتير مهم. بالنسبة لي هو أهم من كل هذا الحكي. بدي أقول لكم إنه أنتوا أحلى شيء صار بحياتي. وأحلى شيء صار بحياتي إني أنا سكنت معكم. وأنتوا سندي بعد رب العالمين. وبدي إياكم تكونوا مبسوطين كتير. مشان إذا الله قدر لي وانكتب لي قصة جديدة شاركوني فيها. الله لا يحرمني منكم. شو عم تعمل؟ نزل هدول أكابر. أنا بشوفهم بيعملوا هيك من أفلامكم. يا أفلام مرتاحة. وبعدين راحوا كلهم. مرحبا عمو. أهلاً فادية كيفك؟ شو أخبارك حبيبي العسل؟ الله يسلمك يا ربي، أنت كيفك؟ ريهام زوجتك. تشرفنا هلا. فادية بتكون عمة ساندي بنت ميديا. رفقة قديمة وأكثر من أهل يخليك أهلا وسهلا غزوان 4 بكالوريوس 2 ماجستير وإذا بتضحكي بصير معي دكتورة دكتور غزوان طيب يلا أنا بالإذن إذا طيب معك كلام الناس كتر علينا لازم نهرب على امريكا بسرعة يعني فكرك السفرة على امريكا كتير هينة بدها كتير شغلات خلص انتي امني التكتات وباقي علينا شو الاجواء؟ شوف كتير حلوة كتير حلوة صبايا انا قررت اخبر نور بكل شيء ما رح غير رايي يا مجنونه بعد ما خططنا لكل شيء جاي تنزعي الامور على البارد المستريح حلو شو حبيبي شو صار لك لا تحاولوا معي خلص قررت اخبرها ايه ما عاد يمشي الحال صبايا صبايا تعموا تعم بدي لكم شغله يلا يما ايه اول شيء مساء الخير مساء النور أنا حابة أتشكر وجودكم لأنه عن جد بهي الجمعة أنا فرح قلبي كثير يا حبيبة قلبي يا جماعة أنا اليوم واقفة بين ناس أنا بعتبرهم مثل عيلتي ناس بحبهم كثير وذكروني بأحلى أيام عشتها بحياتي وبصراحة هي الجمعة اليوم معمولة بالأساس لحتى نحتفل بمشروعنا مشروع نور ودادو ودانا وسارة وميرا وهلا ورهف كمان واللي من هاللحظة صار مشروعي أنا كمان ما رح طول عليكم كثير بالحكي في معنا شاب حابب يقول شغله عنده شو رايكم نسمع يلا يلا اول شيء بدي اقول لكم انه انا كمان حاس حالي بين اهلي وناسي
وبدي احكي لكم هيك قصة صغيرة عن شاب بحب صبية وكان عم يستنى هي اللحظة ليقول لها انه انا بحبك. بتقبلي تكملي حياتك معي؟ اوكي يس. هلا كلكم متآمرين علي؟ ماشي. حتى انت بابا؟ حياة قلبي مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا، مبروك مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا، مبروك مبروك. لك انا هذا اليوم ما اطلب ما طلب. هلا الله قدرني وجبت لك العلبه، بقي اعمل خاتم. اضرب مو اغلظك. جيب لي خاتم الماس. لك انا شو بدي بالالماس؟ انا عندي كنز بذاته. شاطر بالحكي. تعي خطي. هلا اذا اخذتك ورقصتك بمشي الحال؟ بيمشي الحال. ايش هذا؟ الو؟ الو؟ حبيبتي والله ما عم بحسن اسمعك. الو؟ المكان كثير عجب. طيب لك اذا عم تسمعيني حاولي تحاكيني بس وصل على الاوتيل. اي بليز مسيو. تفضل. كثير 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 عجبتني الفكره، لفتتني يعني. اي فكره؟ مو مهم. للصدفه البحته قبل شوي اتصل فيني رفيقي على التليفون الشخصي، هذا التليفون الشخصي انا، عم يقول لي بدي فكره غريبه طبق فيها بنت، قصدي اتقرب من بنت يعني. فاعطيته فكره، تخيلي من غرابتها انا استغربتها. قد ايه غريب انه الانسان يقول شغله هو يستغربها. قد ايه غريب انه الانسان يقول فكره هو يستغرب منها، عقله ما بيرفضها، ما بيقبلها. يعني انت عم تفهمي علي؟ انا ما عم بفهم على حالي. هي ورني الكيرل انا عم تسالي على الغزوان. ماشي يا ودي تقيل. يا 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 ودي تقيل يا 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 مشيبني. يا صبايا صار وقت الكيك، شوفوا ساندي شو جابت لكم. برافو. مشروعنا فرحة بتجمعنا. صبايا فليكس. ليتس جو صبايا. عم تسرق فينا الشامل.